عندنا درست جزء كبير من المحاضرات لغايه دلوقتي، يعني المحاضره رقم 11، درست 10 محاضرات على الفلويد ستاتكس. فخطيت حاجات كتير جدا وتوبكس كتير جدا زي ما لسه بتكلم. من بدايه من النهارده لغايه اخر الترم هتشتغل على الفلويد داينامكس، بس هي متقسمه بمعنى هديك حاجه اسمها فاندمنتال في فلويد فلو المحاضره دي والمحاضره اللي جايه الاربع ان شاء الله. وبعدين هيبقى لنا بعد كده بعد المحاضرتين دول هيبقى لنا خمس محاضرات كمان، احنا هنخلص اربع محاضرات مع بعض، خمس محاضرات كمان على حاجه اسمها بالنوريز ابلكيشنز. طبعا كلنا عارفين ميموري وسامعين عنه قبل كده، مش حاجه جديده يعني، سيبته على كل سنة. بس هو ايه برضه هيبقى معانا الترم دوت. ف دول السبع محاضرات. بعد كده هيبقى فيه مش فاكر على كام محاضره بقى كده، ثلاثه او اربعه، احد الاساتذه يعني والزملاء هيخشوا يدوكوا بيتكلم على حاجه اسمها المومنتم. وبعدين في الاخر خالص كمان لسه في حاجه ثانيه على فكره، في عندنا الباي فلو هاوزرز، ما تتفاجئش عادي. فاحنا عندنا لسه كتير يعني، احنا بس عشان ما تتوقعش حاجه، انت تقريبا وصلت الى 35% من المنهج. فيعني ممكن تقول 40 انت بس عشان خاطر ابسطها، لكن يعني عشان انت بس حبيبي، لكن غير كده لا لسه كتير. ماشي، الجزء اللي احنا هنتكلم عليه دوت اللي هو الجزء بتاع الفاندمنتال اللي هو الفلو عامه بشكل عام، هيبقى تقريبا عليه برضه 30 الى 35% من الامتحان حسب. فبالتالي هو جزء كبير. ماشي، انا شخصيا طبيعي انا هبتدي المحاضره، فانا ان شاء الله هحط الامتحان. وانا بقول لك من دلوقتي انا ما بحبش احط امتحان صعب، مش الهدف خالص ان انا امتحان صعب. صدقني انا يعني الامتحان لو فتحت ايه يعني قارنت محاضرات السنه اللي فاتت بالامتحانات دي، ذكرت كل الامتحان تقريبا وانا شغال في المحاضره. فده حاجه عاديه، مش حاجه صعب، حاجه عاديه. وفي نفس الوقت برضه من الاسايت، فاحنا ما بنجيبش حاجه من بره تقريبا خالص يعني. الفكرة بس انت ممكن تاخد المسألة بتاعت الاسايمنت تعمل فيها تويست كده شوية، تلفها، تغير فيها حاجة، تبدل المظاهرين بالانبوتس وهكذا يعني. لكن الموضوع مش صعب، مش عايزين صعب الامور على نفسنا. فلو صراحة تركز في الكلام بتاع في المحاضرة، حل الشيت وحل كل مسألة في الشيت. حل دلوقتي لو انت هتحل نص الشيت وهتسلمه، بس انت ركز انك تتكلم تكمل بقية الشيت وتحل. لما هينزل لك الموديل انسر بعد كده، واحنا بنهتم جدا بالموديل انسر لما تراجع وتضيف يعني، بياخد مننا مجهود كبير عشان تبقى عارف تطلع بالشكل دوت ومكتوب بشكل كويس والكلام ده كله. فلما ينزل الموديل انسر راجعه على الحل بتاعه وحل مساله مساله. ولما يجي تحل لو سمحت حل الشيء يعني، حل يعني حل، مش حل يعني تبقى ماسك البتاع كده وماسك قلم وعمال تقول حلو قوي الكلام كده والله مجهود كبير. لا طبعا كده ما حلتش حاجه، تاكد انك انت ما حلتش حاجه. حل بمعنى تمسك الكالكوليتور وتخبي الحل وتحل حاجه من المساله. صدقني انا بقول لك عن خبره، لو ما عملتش كده هتفاجئ في الامتحان انت قاعد شايف المساله دي وعارف ان هي ممكن تتحل ومش عارف تبتدي تحل المساله، تقعد نص ساعه على المساله اللي المفروض تحل خمس دقائق. ودي دايما مشكلتك في الامتحانات اللي وقتها بيبقى دايما. فلو سمحت هقول لك حل المساله، تمسك الكلام حتى لو انت عندك الحل، حتى لو انت واحد زميلك حد يا عم الحل لواحد زميلك في الريفرنس دي عشان تراجع وتتاكد، مفيش مشكله. بس ما تحطش حل قدامك وتديله، انت ما عرفتش حاجه، انت ما فكرتش، المعلومه دخلتش دماغك. فلو سمحت حل المساله وتاكد من الحل وراجع الارقام. ماشي؟ يعني دي من الاول اهو، ركز في المحاضرات، ركز في الايه؟ اشتغل ان شاء الله، ماشي؟ طيب، نبتدي بقى نتكلم ان شاء الله. احنا النهارده محاضره النهارده نظري شويه اغلبها، فيها بعض المسائل هنقولها في الاخر، بس هي بتتكلم على بعض الاساس النظري يهمنا بس نعرفه. احنا برضه شلنا الحاجات الصعبه شويه وركزنا على الحاجات المفاهيم البسيطه شويه، بس هي اساس نظري لازم يبقى عندنا عشان ننطلق منه ان شاء الله. المحاضره الجايه اللي بعديها اللي هي يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله برضه نفس الكلام، فيها اساس نظري بس فيها حاجات كبيره شويه. طيب المهم احنا النهارده اول حاجه نبتدي نتكلم عليها ان هو احنا بدانا نتكلم دلوقتي على ان الفلويد في حاله فلو، يعني السائل بيمشي ماشي، سائل او غاز طبعا ماشي. بس هو احنا قبل اغلب الابلكيشنز بتاعتنا، حتى انت كمهندس مدني اغلب الابلكيشن بتاعتك بتبقى ليها علاقه بالسوائل يعني. طبعا انت عارف كويس ان المهندسين في ميكانيكا اعتقد كل ميكانيكا كمان بياخدوا فلويد ميكانكس، بس هم تلاقيهم تندنج اكتر يشتغلوا كده على السوائل برضه، على الغازات وعلى الثيرمو
المهم ده عشان الابلكيشن بتاعتنا. لان على سبيل المثال الاول ماشي في الضغطات التكييف ده كله بيخضع لنفس القوانين بتاعت الفلو ميكانكس، مش كده؟ مش ده فلو في الضغطات بتاعت التكييف؟ نفس الفلو في البايبس بتاعت الميه اللي يهمنا احنا اكثر بقى كمهندسين مدني، شغلنا اكثر كمهندسين مدني. المهم في الاخر احنا بدانا نتكلم دلوقتي على ان الفلو بيتحرك. الفلو بيتحرك قصدي مش ثابت. في قواعد كتير انت كنت خدتها قبل كده بتتغير، بس مبدئيا عايزين نعمل كلاسيفيكيشن لانواع الفلو اللي احنا بنتكلم عليها. التايبس اوف فلو او دي هي الكلاسيفيكيشن بتاع الفلو، هتلاقي هي متقسمه على حسب الكرايتيريا، على حسب المعيار اللي انت بتقسم عليه. بمعنى لما نيجي نتكلم على ستيدي او ان ستيدي فلو، تفتكر دي بنتكلم على ايه؟ الفرق اللي عباره عن ايه؟ كلمه ستيدي وان ستيدي بنتكلم عليه بيخاطب ايه؟ يعني ايه المعيار اللي احنا بنتكلم عليه؟ طب ممكن تكون عارف الكلام ده، مش حاجه جديده، كلمه ستيدي وان ستيدي تحديدا كمان. ها؟ ستيدي وان ستيدي. ستيدي يعني ايه طيب؟ قول ترجمتها، ترجمتها تركيبة ستيدي، تفتكر انت ستيدي دي معناها ايه؟ مستقر، ثابت يعني، او مستقر مش كده؟ وان ستيدي اكيد يعني ايه؟ حاجه غير مستقر، ماشي؟ طيب يبقى بذكر احنا بنتكلم في ستيدي وان ستيدي مقارنة بايه؟ مع ليه؟ مع سرعة منتظمة مع طيب كلمة ستيدي وان ستيدي احنا بنتكلم على ان البروبرتيز بتاعت الفلو ثابتة مع الزمن ولا متغيرة؟ ايه كلمة ستيدي وان ستيدي في اي حاجة عامة؟ بتتكلم على الزمن. طيب هنتكلم هتقول دلوقتي لسه هنشرح الكلام ده اهو. في عندنا يونيفورم ونان يونيفورم. يونيفورم يعني ايه؟ منتظم. تعتبره منتظم. طب انت بتتكلم على ان الفلوسكي مثلا بتاعت الفلو منتظم مع ايه؟ او خلال ايه؟ لكن مش زمن تاني يعني. ها؟ اي فكره؟ فكر مع بعض يعني. مكان منتظمه مع مكان صح؟ يعني السرعه هنا، الميه ماشيه من هنا لهنا، السرعه هنا لقيتها نفس السرعه هنا. احنا بنتكلم على انها يونيفورم ان سبيس. يبقى في السبيس في المكان اللي هي بتلتقط فيه المكان الاخر هي يونيفورم ان سبيس. لاملر تربلر فلو، احنا هنشرح لسه الكلام ده كله بس نفكر كده مع بعض. لاملر تربلر فلو، لاملر تربلر دي كلمه جديده شويه عامه بالنسبه لك، بس هو بيقترن في حاجه ليها علاقه بالمقاومه بتاعت الميه وهي ماشيه مع الكوندوت او ايا كان هي ماشيه في الميديوم اللي هي ماشيه فيه عامه يعني. هنشوف معناها ايه. ودي لها ابلكيشن كتير قوي بقى في اخر جزء انت هتاخده في الترم ان شاء الله في الكورس اللي هو الباي فلو. طيب 1 دايمنشنال 2 دايمنشنال 3 دايمنشنال فلو، افتكر ده معناه ايه؟ الكلمه شرحها نفسها قوي يعني. 1 دايمنشنال يعني ايه؟ اه يعني ها؟ ما ماشي ازاي؟ طب يعني ايه ما يمشي فيها واحد يعني؟ زي ايه مثلا؟ ها؟ ها؟ ما ماشي فواسير خمسة حاجة يعني، ما ماشي فواسير، انت تيجي ما ماشي وهي ماشية في البايب بتمشي في اتجاه واحد اتجاه البايب ولا ممكن تمشي بالعرض؟ وهي ماشيه الفلو وهو ماشي جوه البايب، هل تفتكر المايه تكون ماشيه بالعرض؟ ماشيه فوق وتحت مثلا؟ هي ماشيه في اتجاه واحد مش كده؟ تو دايمنشن حاجه ثانيه، في دايمنشن حاجه ثالثه هتشوفها يعني. في عندنا حاجه اسمها فيسكس وين فيسكس فلو، دي برضو حاجه ليها علاقه بالفريكشن والاحتكاك بتاع السائل وهو ماشي في المسار بتاعه. روتيشنال اور اير روتيشنال فلو، طبعا واضحه يعني. روتيشنال اكيد في حاجه فيها روتيشن مش كده ولا ايه؟ هنشوف يعني ايه بقى الكلام ده واحده واحده كده. عامة يعني حاول بس بسرعه الكلام ده اللي الكلام عملت كده كده المحاضره هتنزل لك، انت كده كده كلنا ليك اكسس او كل الطلبه ليها اكسس على ال ام اس مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ شوفين ليه؟ ايوه قول انت ده موقع كويس على فكره مش حاجه وحشه. انت قلت حاجه عيب بس فطبعا كل اي المحاضرات بتنزل عليك الاساينمنت بتنزل عليك الموديل انسر بتنزل عليك لو سمحت انت حياتك كلها خلال الكليه هتبقى كلها خلال الويب سايت دوت تهتم بيه خش ما تكسلش وتقول اصل واحد صاحبي بيجيب الورق ويبعته لي على الجروب بتاع زوم مش صعب عليك يعني انك انت تعرف الويب سايت تخش تعمل ساين ان وتجيب الحاجه بس ما
ماشي، فما تعملش قوي يعني ان في حد بيجيب الحاجه طهارة وانت خلاص حصريا ما بتتعاملش مع الانترنت غير عن طريق فيسبوك خلاص يعني. فالموضوع يعني مش هيحصل معاك الدرجات. المهم في عندنا ستيدي فلو وادي ستيدي فلو، نفس الكلام اللي بنتكلم عليه. الستيدي فلو اللي احنا لسه قايلينه، ستيدي فلو بنتكلم على اللوكال ديريفيتيف او الديريفيتيف عامه بتاع اي بروبرتي للفلو نفسها. بالك ما بتكلمش على الفلو فلويد او فلو عامه، بس هو مين؟ طبعا اكيد احنا عارفين ان الفلويد في حد ذاته كخصائص فلويد مش هتتغير اثناء الفلو بتاعك، على الاقل في الابلكيشنز اللي احنا بنتكلم عليها. ماشي؟ يعني مش متوقع مثلا ان السائل يبتدي في الفلو بتاعه هو او الفلويد مثلا يبتدي هو سائل ودنستي معينه، على بال ما يوصل لاخر الحته اللي انا بدرسها مثلا هيبقى السائل ده الدنستي بتاعته قلت او زادت. مش متوقع الكلام ده في الابلكيشنز بتاعتنا، الحاجات اللي ما فيهاش، احنا ما عندناش حاجه فيها حراره مثلا الكلام ده. المهم يعني عشان ما نكترش الكلام، فاحنا بنتكلم على حاجه زي كده، ان لما يكون ستيدي فلو يعني بارشال في باي بارشال تي مثلا، بتكلم على طبعا زي ما انت شايف كله بارشال تي، يعني اي تغير بيحصل مع الزمن كده ولا ايه؟ يبقى تغير الفلوستيك، تغير البي اللي هو البريشر، تغير الرو اللي هي الدنستي. دي طبعا يعني امثله يعني، لكن انت ممكن تبص عليها تغير حاجات كتير يعني. فاي بروبرتيز للفلويد او الفلو نفسه ثابت مع الزمن. يبقى انا لو جبت في بايب معينه وحطيت كاميرا مثلا، حطيت اي حاجه بقيس بريشر، بقيس الاوستي، بقيس ايا كان، وشفت الكلام ده مع الزمن، ابص الاقي ثابت، السرعه ثابته، بريشر ثابت، دنس ثابته، ايا كان كل ثابت. يبقى ساعتها بارشال في بارشال تي عند نقطه معينه عند احداثيات اكس واي زد طبعا بتساوي زيرو. مفيش تغير بيحصل. لكن لو هو ان ستيدي فلو زي اللي بالاحمر اللي انت شايفه تحت دوت، فبالتالي التغيرات كلها طبعا ايه؟ بتحصل. يعني بارشال في بارشال تي لا يساوي زيرو. وبالتالي يعني معنى كده ان عند نقطه معينه في الفلو السرعه نفسها، تخيل انت البايب ماشيه السرعه عند نقطه معينه عمال كل شويه تزيد وتقل، او البريشر بيزيد ويقل. اغلب الابلكيشنز بتاعتنا بتبقى ستيدي فلو. كلمة ابلكيشن مش مقصود بيها مسائل انت بتحلها، لان في الحقيقه المسائل انت بتحلها هي انعكاس لبروبلمز موجوده في الحقيقه، مشاكل معينه بتحولها في الحقيقه الى مسائل، مساله رياضيه بشكل معين مش هتعرف تحلها. فاغلب المشاكل، اغلب طبيعه الابلكيشنز بتاعت الفلويد فلو في الحياه، وبالتالي المسائل بتاعتنا هتلاقيها بتتكلم على ستيدي فلو. احنا في الحقيقه يمكن مش هندرس حاجه عن ستيدي فلو خالص يعني، الا في حاجات قليله جدا. ماشي؟ فاغلب الميه اللي ماشيه في المواسير دي ستيدي فلو، اغلب الميه اللي ماشيه في الترع والغدوات والانهار دي ستيدي فلو. واضح؟ طيب يقول فلو يعني فلو فلو. لسه بنتكلم مين؟ قلنا بقى بنتكلم على ان البروبرتيز بتاعت الفلو بتاعتنا ثابت مع المسافه، ما بتتغيرش مع المسافه. يعني البايب لو احنا خدنا بايب طولها 10 متر مثلا يعني، ولقينا ان الميه سرعه الميه في اول البايب عند قطاع واحد نفس سرعه الميه عند القطاع الثاني، يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ في حاجه اسمها يونيفورم فلو. يبقى لو حبينا نترجمها يعني ايه ده؟ معادله رياضيه، فبتقول ان البارشال في والبارشال اس، اس اللي هو السبيس يعني ديستنس مسافه معينه، ايا كانت المسافه دي اكس او واي او زد يعني وات ايفر، بت ات تايم كونستنت يعني كونستنت تايم، بارشال في بارشال اس ات تي كونستنت ايكوال زيرو. فما فيش عندنا تغير في الوسطي خلال سبيس معين، خلال مسافه معينه. نان يونيفورم فلو يعني ايه؟ لا يعني معناها ان الوسطي مثلا ممكن تتغير عادي، تكون البايب طولها 10 متر، الفلوست هنا غير الفلوست هنا. ده اسمه نان يونيفورم فلو. ده ممكن يحصل فين مثلا يونيفورم فلو؟ هو الراجل بيتكلم صح يعني، بيفكر يعني مساحة المقطع بتغير بعد البايب، في عائق، المية ماشية حصل في عائق، حصل انك انت قفلت المحبس. هو المحبس ده يعني شكله عامل ازاي المحبس؟ لما بتقفل المحبس في حاجة جوه بتتحرك بتسد البايب. لما بتفتح المحبس حاجة صغيرة تزود، أكيد المية اتغيرت صح؟ سرعة المية المجرى المائي نفسه خليه ماشي كده مع البايب، جوه الأبلكيشن بتاعتك عندك نهر أو عندك ترعة أو أي كانت والمية ماشية فيها مرة واحدة، حطيت خضار مثلا وقيل في الآخر، حطيت أي حاجة زنقت قطاع، فبالتالي حصل ان الميه بتاعتها بص تلاقي سطح الميه بيتغير، الارتفاع بتاع الميه بيتغير، الوسط بتاع الميه، البريشر بتاع الميه، حاجات كتيره بتتغير مع السبيس. فده اسمه نان يونيفورم فلو.
الكونسيبت دي مهمه رغم ان هي حاجه بسيطه واساسيه. انت يعني لو رحت مستوى انا هسالك في الكلام ده كل ده جزء نظري عامه، فلو هسالك فيها بحاجه نظريه يعني. لكن ده اللي بنتكلم عليه في حاله الفيديو في الفلو. لو انت عندك نهر مثلا ماشي وده العمق بتاع الميه او ثابت ما بيتغيرش، وبالتالي عمق ثابت ونص ثابته. لو انت عندك بايب والميه ماشيه القطاع بتاعها ثابت طبعا مفيش حاجه تخليها تتغير زي ما بنشوف في كل الحسابات. بعد كده لما تاخد الكلام ده كحسابات يعني يوسف فلو، يعني لو عندك بايب مثلا والدايمتر بتاعها بيقل، لو عندك مثلا ميه خارجه من الخزان اللي احنا الابلكيشنز المهمه اللي هنتكلم عليها، فلاحظ خروج الميه من الخزان زي ما انت شايف كده. كل بارتكل من الميه ليها سرعات مختلفه، او في كل منطقه لو عندك قطاعات مختلفه يعني هتلاقي السرعات بتتغير. هنا مفيش سرعه في الميه وكل شويه السرعه عماله تزيد لغايه ما بتخرج بره، وبرضه هندرس الكلام ده اكثر بتفصيل يعني. فالحته دي اسمها نان يوسف فلو ماشي. احنا فهمنا دلوقتي في حاجه ستيدي وان ستيدي، وحاجه اسمها يونيفورم ونان يونيفورم. في عندنا حاجه اسمها لامينر وتربلنت فلو. يعني ايه لامينر وتربلنت؟ خلينا نشوف بشكل احسن عشان نميز. لامينر ببساطه معناها ان البارتكلز بتاعت الميه وهي ماشيه، بتاعت السائل وهي ماشيه، بتمشي في لايرز، في لامينرز. تمشي في لايرز، على الرغم ان اللايرز دي السرعه بتاعتها مش ثابته، يعني الفيكتورز اللي انت شايفهم دول الاسهم اللي انت شايفها دي بتعبر عن ايه؟ تفتكر؟ سرعه واللي فوق اللي انت شايفه فوق وتحت الالف دار البايب، نفس المنظر ده انت شفته اكيد يعني لما كنت بتدرس الفيسكوستي مش كده؟ تغير السرعات اللي انت شايفه ده هو نتيجه احتكاك. نتيجه ان في حاجه اسمها احتكاك، وبالتالي السرعات بتاعت الدار واكبر سرعه للسائل اكيد موجوده في سنتر لاين البايب، واقل سرعه اللي هي زيرو فوق اللي موجوده عند طبقات اللمسه على طول الايه؟ البايب نفسها، لمسة غير البايب نفسها. فالفكرة كلها ان في حالة اللاملة فلو يعني ايه؟ السائل بيتحرك بسرعات قليلة جدا، وبالتالي تقريبا البارت بتتحرك في طبقات. التربلنت فلو معناها ايه؟ معناها ان السائل زي ما انت شايف البارت بيتحرك حركة رادية، حركة عشوائية. صعب جدا انك تعملها تريسنج يعني. الفكرة كلها ان في الحقيقة اغلب الحاجات اللي بتشوفها في حياتك الفلو تربلنت فلو. لمنا في دي حالات قليله جدا، سرعه السائل قليله لدرجه انه بدا يتحول في طبقات. مثلا على سبيل المثال سرعه الدم مثلا في العروق بتاعتها، سرعه لما انت سرعه الميه مثلا في الـ في الـ في الاسفل في الجراوند ووتر، يعني وهي صباح فلو انت عارف الميه بتمشي جوه التربه، فالجراوند ووتر وهي بتمشي جوه طبقات ما بين البارتكلز بتاعت التربه بتمشي في طبقات، بتمشي سرعات بسيطه جدا بتبقى اسمها فالفلو باسمه لمنا. الكلام ده يفرق في ايه؟ موضوع لامن التربلنت دوت هيفرق لما تيجي تدرس في الاخر، في اخر الترم ان شاء الله في الكورس هندرس ال الفايف فلو. فبيفرق بقى ان فلو لامن التربلنت ان ده بيفرق كتير قوي في الاحتكاك، وبالتالي الفوابت اللي بتحصل نتيجه الاحتكاك فوابت الضغط بتاعت السائل او الميه وهي ماشيه. ده موضوع لامن التربلنت يعني ايه؟ هتسمع الكلام دوت بعد يعني ايه؟ 10 محاضرات كده تسمح تاني ان شاء الله، لسه بدري بس. طيب عندنا بقى 1 دايمنشن 2 دايمنشن 3 دايمنشن فلو، طبعا زي ما حد من زمايلي موضح يعني. ال 1 دايمنشن فلو معناها الفلو الفلوسي الفلوسي بنميز بيها الفلو عامة يعني، ان هي اكتر حاجة كوانتيتي يعني سهل نميز بيها الفلو. الفلوستي فانكشن في اكس وتي، اكس وتي بس يعني بتتغير مع الزمن، ممكن او ثابته مع الزمن وات ايفر، وبتتغير مع اكس او ثابته مع اكس، لكن هي اكس بس ما فيهاش واي وما فيهاش زد. زي ما قلنا كده الميه ماشيه في بايب، فالميه وهي ماشيه في ماسوره مش متوقع يعني ان او هو مش هو في الحقيقه ما بيحصلش ان البايب ان الميه بتمشي في الايه؟ عمودي على اتجاه الفلو، مش كده ولا ايه؟ عشان كده اسمه ان دايمنشنال فلو. فاي حاجه بقى الميه ماشيه في اي موسم لازم تكون الفلو 1 دايمنشنال فلو. بس المواسير في الحقيقه كمان يعني لو انت جيت خديت لو انت خدت ما واحد ممكن يقول لي طب هي ترعه مثلا لو ظهر والله ماشيه فيه بس يكون عرضه مش كبير يكون ضيق شويه او ترعه صغيره ترعه حتى كبيره من اللي انت بتشوفهم دي تعتبر ترعه صغيره. الميه وهي ماشيه تبقى ماشيه ازاي؟ في اي اتجاه؟ في الاتجاه بتاع الفلو، لكن قليل قوي ما هتلاقي ان في ميه في الاتجاه العرضي بتاع القطاع الا في حاله لما يكون القطاع كبير فعلا في حاجه بتؤدي ان الميه تتحرك من ايه؟ فبالتالي اغلب الفلو في الحقيقه هو وان دايمنشن فلو، اغلب الابلكيشنز بتاعتنا وان دايمنشن فلو. ما عدا زي ما انت شايف كده ان في تو دايمنشن فلو. يعني الفلوس دي بقت فانكشن
الى جانب التايم يعني فانكشن في الاكس والواي كمان، يعني البارتكلز بتاعت الميه ممكن تتحرك في اتجاهين زي ما انت شايف كده الميه مثلا وهي نازله فوق وير، انت عارف الوير صح؟ فالميه نازله فوق الوير، فالميه وهي نازله فوق الوير في الحقيقه بتتحرك في اتجاهين، بتتحرك في الاتجاه ده وده بنسميه اكس يعني، وتتحرك في الاتجاه ده وسميناه واي بس. فبالتالي كانت الحركه 2 دايمنشن. طيب ال 3 دايمنشن امتى؟ لما يكون البارتكل بتتحرك اكس واي زد. وابسط مثال على حاجه زي كده مثلا مش كتير قوي التاثر، بس ابسط مثال حاجه زي كده زي ما انت شايف لما يحصل كونتراكشن للبايب، كونفرجنس للبايب يعني او دايفرجنس للبايب، يعني لما البايب الدايمتر بتاعها يضيق او دايمتر البايب بتاعها يوسع، فتخيل الميه ماشيه في دايمتر كبير وبعد كده الميه عايزه كلها تخش جوه دايمتر صغير اصغر منها، فبيحصل ايه بقى للبارتكلز بتاعت السائل؟ كلها بتيجي تتحرك عشان تحشر نفسها في الايه؟ في البايب الدايمتر صغير، فتلاقيها في الحقيقه بتتحرك في ثلاث اتجاهات، بتتحرك في اتجاه الفلو الطبيعي اللي هي ماشيه فيه الطبيعي، وبعد في نفس الوقت تاخد اكس وتاخد قصدي واي وزد عشان تعرف تخش جوه الايه؟ تغير المسار بتاعها. فدي لو انا بدرس الحته دي بس في الايه؟ في السيستم بتاعي. قليل في الحقيقه ما حد بيدرس الحته دي او بنركز في الوسط، عشان كده اغلب الابلكيشنز بتاعتنا هتلاقيها بتتكلم على 1 دايمنشن، قليل 2 دايمنشن، ونادرا جدا لما بنتكلم على حاجه 3 دايمنشن فيها. طيب عندنا حاجه اسمها فيسكس او انفيسكت فلويد. فيسكس يعني ايه؟ باقي من اسمه كده ان هو له علاقه بالايه؟ بالفيسكوستي باللزوم. فيسكس فلويد يعني ايه؟ يعني سائل حقيقي، يعني سائل انا هاخد معايا وانا بلبسه ان هو جواه احد البروبرتيز بتاعته اللي هي اللزوبه بتاعته، وبالتالي السائل طالما فيه لزوبه هو ماشي على اي سطح وبيمس اي سطح بيعمل ايه معاه؟ بيشيل ستريس، مش كده؟ بيشيل ستريس دي معناها ايه في الاخر؟ بتتحول الى ايه؟ بتتحول الى طاقه. بيشيل ستريس الحياه بتتحول الى طاقه حراريه. وبالتالي ان الطاقه الانرجي بتاعت الميه بدات تفقد بالاحتكاك، فبالتالي بيبقى في لصق. الميه وهي ماشيه في البايب وهي ماشيه في الترعه وهي ماشيه في اي حاجه بيحصل لها احتكاك بالايه؟ بالكوندوت بتاعها ايا كان، سواء البايب او سواء البيض بتاع الترعه، وبالتالي تبتدي تفقد الطاقه بتاعتها. في حاجه اسمها انرجي لوسز او بنسميها هيد لوسز، هنتكلم كتير قوي قوي عن الانرجي لوسز دوت، بس يعني كلها كام محاضره وهتلاقي نفسك الترم ده خلاص بالنسبه لك بقى معروف. فاحنا بقى عندنا حاجه اسمها انرجي لوسز، طبعا دي حاله حقيقيه مش كده؟ ده اللي بيحصل في الحقيقه يعني. لكن في بعض الاوقات بنحب لما يجي ندرس بعض ظواهر معينه او بعض ابلكيشنز معينه عايزين نبسطها شويه، فساعات موضوع اللصص والاحتكاك ده بيصعب الموضوع شويه، وساعات ما بيبقاش له تاثير كبير على الفلويد، فمن ساعتها بنعتبر ان الفلويد بتاعي اسمه فيس او الفلو اسمه فيسكس فلويد. يعني ايه؟ يعني انا اسمه سوري اسمه ان فيسكس فلويد اللي هو اول واحد فوق بقى اللي انا بتكلم عليه ده. ان فيسكس فلويد يعني ايه؟ يعني مفهوش بسكوستي. فالفلو في الحقيقه اسمه ايديال فلو، كانه فعلا مزاجي يعني ما فيهوش لزوجه، وبالتالي بيمشي من غير ما يعمل احتكاك، وبالتالي بيمشي من غير ما يعمل لصص. هل دي حاجه حقيقيه؟ اكيد طبعا مش حقيقيه، بس لما انا بدرس حاجه صغيره منطقه صغيره في بعض حته صغيره زي ما هنشوف ميه وهي بتعدي من حاجه معينه، ساعات تاثير الاحتكاك ده بيبقى صغير ملوش تاثير كتير، فمفيش داعي بقى ان انا صعب الامور على نفسي واخده معايا في الحسابات. وده اللي بيحصل عشان تبقى عارف في العالم كل اللي بيدرس اي ظاهره انت بتتخيلها ان ساعات وده طبيعي اي ظاهره اي نظريه انت ممكن تتخيلها لاي حاجه علميه ليها اسامبشنز ليها فروض. اللي عامل النظريه دي او الاساس الرياضي اللي بيحل بيه الحاجه ديت عامل اسامبشنز، من ضمن الفروض اللي عملها ان هو دايما بيسهل الحاجات، بيفترض حاجات معينه بيسهلها عشان يعرف يدرسها. الفكره بقى ان بيجي العالم اللي بعديه بيعمل ايه؟ يقوم ياخد احد الفروض اللي هو كان مفترض هي مش موجوده، ظاهره حاجه معينه مش موجوده، يقول لك طب انا بقى هدرس زياده بقى لو انا ايه؟ خدتها معايا كمان في الاختبار، يبقى الموضوع شكله عامل ازاي؟ وهكذا، واحده واحده تبص تلاقي الدنيا ايه؟ بدات تتطور، لكن ستيل طيب فده الفرق بين الريفلود. طبعا الكلام ده برضه هنسمعه كتير قوي من المحاضره الجايه، بدايه من المحاضره الجايه، لان نتكلم المحاضره الجايه بنتكلم عن الانرجي بتاعت الميه، وبالتالي هيفرق او السائل يعني، وبالتالي بنفرق كتير اذا كان فلو اسمه ايديال فلويد او ريل فلويد. الكلمه دي مهمه قوي في حاجتين بقى. اخر حاجه في الكلاسيفيكيشن
روتيشن وهي واضحه جدا اذا كان فلو اسمه روتيشنال فلو او الروتيشنال. روتيشنال يعني ايه؟ يعني السائل هو ماشي بيمشي بيحصل له روتيشن. دي مثلا زي ايه؟ زي ما انت شايف كده البلاعه بتاعت الميه. الشكل اللي انت شايفه ده اسمه فورتكس. الفورتكس يعني الميه زي ابسط مثال انت بسيط حاجه الفورتكس تتكلم عن الميه بتنزل من الحوض. انت بتشوف الميه لما تيجي تنزل من البلاعه او من السنك بتاع الحوض بتنزل ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ دوائر شغاله. نفس المنظر لما يكون في هيريكن مثلا اي امصار هو ده سائل في الاخر. سائل مع شويه غازات يعني هو فلويد في الاخر. لما بيجي الاير بيتحرك هو بيتحرك حركه غيريه. اي حاجه غير كده فهي اسمها ايروتيشنال فلو. الميه اللي ماشيه في المواسير، الميه ماشيه في الترعه، ايا كان كل الكلام ده اسمها ايه؟ ايروتيشنال فلو. ماشي؟ فده اسمه كلاسيفيكيشن بتاع الفلو. حاجات مهمه نبقى بس عارفينها عشان هنبني عليه حاجات بعد كده. برضه من الحاجات المهمه قوي نبقى عارفينها حاجه اسمها تعريفات بس ايه؟ صغيره يعني نبقى عارفينها برضه ان في حاجه اسمها باث لاينز، ستريم لاينز، وستريم تيوبس. فزي ما حضرتك شايف كده الستريم الباث لاين ده اسمه باث لاين. الباث لاين ده عباره عن ايه؟ ان انا هاخد بارتكل معين وهشوف اعمل تريسنج البارتكل ده اوفر تايم خلال فتره معينه زمنيه اشوف البارتكل ده بيتحرك في الكوندوت خلف اللاين مثلا والبارتكل بتاع اللاين بيتحرك ازاي؟ فالبارت بتاعه المسار بتاع الباث لاين دوت المسار بتاع البارتكل ده في الباث لاين. طيب ستريم لاين يعني ايه؟ ستريم لاين يعني لو انا بقى اخدت كل بارتكل من دول خدت الفيكتور بتاع النص بتاعتها وبعد كده الدايركشن بتاع النص بتاعتها الدايركشن بتاع حركه البارتكل وخدت تانجنت ليه كيرف يعني عباره عن تانجنت ليه في كل حته هو بيتحرك فيها يبقى دي حاجه اسمها ستريم لاين. لو خدت بقى مجموع ستريم لاينز مع بعضها مجموع البارتكلز حركت مع بعضها تبقى اسمها ستريم تيوب. ماشي النقطه دي بس مهمه خليها معاك هتفرق معانا لما نيجي نشتغل في بعض الحاجات بعد كده ان شاء الله. تمام؟ طيب كده احنا اتكلمنا على النقطه الاساسيه شويه تعريفات مهمه نبقى عارفين نبتدي بيها ان شاء الله. نيجي تيجي نتكلم بقى على الحاجه الاهم شويه الايكويشنز بقى. دلوقتي احنا من هنا لغايه اخر الترم اخر الكورس ان شاء الله هنشتغل بالثلاث ايكويشنز اللي انت شايفهم. بس في الحقيقه اي ايكويشن ثانيه انت هتقابلها خلال ما احنا شغالين حتى لو شكلها صعب او غريب او الكلام ده كله في الاخر خالص هي مشتقه من واحدة أو اثنين من المعادلات. هي دول الثلاث معادلات اللي حضرتك هتشتغل بيهم هنا لغاية آخر الكورس إن شاء الله. فالموضوع بقى سهل خالص زي ما أنت شايف. يعني أنت في الجزء الأولاني من الكورس بتلاقي في معادلات كتير قوي يا عيني مش كده؟ بس الحمد لله بقى من هنا ورايح هم ثلاث معادلات. صار ثلاث معادلات برافو عليك يعني بس يعني إيه؟ هم برضه ثلاث معادلات. إيه بقى ثلاث معادلات دول؟ الثلاث معادلات دول عبارة عن حاجة اسمها كونتينيوتي إيكويشن حاجه اسمها انرجي ايكويشن وحاجه اسمها مومنتوم ايكويشن. دول بيطبقوا او تطبيق على ثلاثه برنسبلز اونلي نيوتن. اول حاجه كونتينيوتي ايكويشن حاجه اسمها بتطبق او كابليكيشن على مبدا كويس مهم جدا اسمه كونسرفيشن اوف ماس. دي حاجه انت عارفها حفظ الكتله يعني مبدا حفظ الكتله. المفروض انت عارف الكلام ده كويس يعني مش كده ولا ايه؟ عارف كده الكلام ده درسته سنة عامة ودرسته في اعدادي كمان يعني خلي بالك سنتين ثلاثة وعملت تدريس. فدي كونتينيوتي ايكويشن معادلة سهلة وبسيطة جدا زي ما احنا عارفين لكن لها أساسية ومحورية في كل الشغل بتاعها. الانرجي ايكويشن طبعا الانرجي ايكويشن بتتكلم على مبدأ كونسرفيشن اوف انرجي الطاقة سواء أول حاجة كونسرفيشن اوف ماس إن الطاقة لا الماس يعني أو الكتلة لا تفنى ولا تستحدث من عدم مش كده؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه ان الكتله نفسها موجوده ما ينفعش الكتله مش مره واحده تختفي ولا كتله مره واحده تتوجد. نفس الكلام الانرجي طبعا زي ما انت عارف والانرجي لما بتتغير بتتغير من فورم الى فورم مش كده؟ دي مبادئ كلنا عارفينها مش غايبين. زيد عليهم بس يمكن انت مش عارف شويه حاجه اسمها كونسرفيشن اوف مومنتوم ودي ليها ابلكيشنز مهمه جدا تفرق معانا كتير قوي في حياتنا اليوميه على فكره في ابلكيشنز كمهندسين مدني تفرق معانا كتير بعد كده بس دي اللي هناخدها خالد او الدكتور محمد الفاوي اللي هيكون ان شاء الله بعد ما نخلص اللي هو جزء المومنتوم الابلكيشن بتاعت المومنتوم.
بداية من النهاردة لغاية 6 محاضرات كمان، يعني كده 7 محاضرات، احنا بنتكلم على تطبيقات في الآخر كده 2 equations، وهفكرها كل مرة ان هم دول المعلمين اللي بنتكلم عليهم. مومنتم equation والانرجي equation. بس ازاي بقى نطبق المعلمين دول في ابلكيشنز كتيرة أوي؟ وكلمة ابلكيشن بعيد مرة تانية هي عبارة عن مشكلة في الحياة أو اختراع أو حاجة معينة بنعملها وبنحاول نمثلها رسومات الكهرباء أو احنا شغالين الإيه؟ طيب الكونتينيوتي ايكويشن هي عبارة إن الماتر كان نيذر بي كرييتد نور ديستروييد. دي الحاجة الهاية، يعني دي البريزنت، إن الماتر أو الماس أو الكتلة عامة ما ينفعش إن هي تفنى وما ينفعش إن هي تتوجد من العدم. فهو ده اسمه كونتينيوتي ايكويشن. طيب طلع كده حاجة اسمها كونتينيوتي ايكويشن. طلعت ازاي؟ حول التطبيق او الاثبات ده، هو ده ما يعتبرش اثبات في الحقيقه، يعني مش اثبات بس حاجه كده فيجوال بس عشان نشوف نفهم الموضوع شكله عامل ازاي. فالموضوع ببساطه ان انا عندي بايب زي ما انت شايف كده، فيها دايمتر متغير، في دايمتر في الاول خالص دوت، وفي دايمتر 1 او كروس سكشن اريا 1، وفي كروس سكشن اريا 2، وانا قايل لك زي ما انت شايف طبعا. خلال الميه ماشيه في البايب، لو احنا خدنا لقطه معينه خلال زمن صغير جدا اسمه دلتا تي، هبص تلاقي ان الميه خلال الدلتا تي اتحركت مسافه اسمها دلتا اس 1، وفي نفس الوقت برضه خلال نفس الدلتا تي الميه اتحركت في القطاع الثاني حاجه اسمها دلتا اس 2. طبعا واضح اكيد ان دلتا اس 2 اصغر شويه من دلتا اس 1، مش كده ولا ايه؟ انت لو هتعرف الكلام ده ليه؟ لان هو لازم الفوليوم اللي دخل هنا لازم نفس الفوليوم اللي خرج، فبالتالي طالما القطاع صغير يبقى لازم يكون المسافه اللي اتحركها كبيره، لما يكون القطاع صغير يبقى المسافه اللي اتحركها كبيره. ففي الاخر عندنا ان الماس بقى اللي اتحرك خلال الشريحه اللي احنا خدناها دي، خدنا ستريب كده العرض بتاعها اسمه دلتا اس، الماس اللي فيها ايه؟ هنتكلم على الماس دلوقتي. الماس اللي موجود في دلتا اس عباره عن ايه؟ شريحه من البايب، وعايز اقول لك الماس اللي موجود جوه الشريحه دي ايه المعدل بتاعها؟ روفي، انت عارف ان الماس ده يساوي روفي دنسي. خد الفوليوم، الفوليوم قد ايه بقى؟ الفوليوم بتاع الشريحه اللي عرضها دلتا اس ايه؟ الاريا دلتا اس. يبقى لما تضرب الاريا في الدلتا اس في الاريا في الدلتا اس في الرو، يبقى ده كده اسمه ايه؟ فوليوم، مش كده؟ طيب في طريقه ثانيه ممكن احسب بيها الفوليوم، او مش طريقه ثانيه، الفكره بس ان هي الرو في الاريا برضه، بس الدلتا اس دي في الحقيقه لو حبينا ندخل بقى الفلو معاك في الموضوع، احنا بنتكلم بقى على سائل حرب صح؟ مش ساكن هو. هو اصلا كنت ممكن اقول لك نفس الكلام ده على فكره لو سائل ساكن، يعني لو قلت لك برميل وقلت لك احسب لي الحجم قد ايه، ما انت بتحسبها بنفس الطريقه يعني، او الماس. لا انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم ان السائل اتحرك دلوقتي. فالدلتا اس دي السائل اضحى خلال مسافه اسمها ايه؟ خلال فتره زمنيه اسمها ايه؟ دلتا تي. ومنذ قديم الازل من وانت فتى صغير كده بشورت ويقولوا لك كنت عارف كويس قوي ان الباص دي تساوي مسافه على الزمن، مش كده؟ بالتالي دلتا اس اللي بنتكلم عليها دي عباره عن دلتا في، سوري عباره عن فيلوستي عند واحد اللي هو في واحد مضروبه في ايه؟ في دلتا تي. يبقى اصبحت المعادله بتاعتنا رو اريا واحد في واحد في دلتا تي، مش كده ولا ايه؟ ده الماس عند سيكشن 1، هو بالظبط نفس الماس عند سيكشن 2. ليه؟ لان مفيش ميه خرجت من البايب، مفيش ميه دخلت جوه البايب، يبقى ازاي يعني؟ الماس هتتغير. يبقى لو كده سوينا الاثنين مع بعض هنبص للمراقيب، ونظرا ان الدلتا تي اللي انا واخدها دي ثابته طبعا، مسافه ثابته، مسافه واحده يعني، والرو نفس الرو، احنا بنتكلم على ان السائل بتاعنا يمكن بس الكلمه دي برضه نسمعها اسمه انكمبريسبل فلويد. يعني ايه انكمبريسبل فلويد؟ يعني غير قابل للانضباط، واغلب الفلويد في الحقيقه غير قابل للانضباط، انك تضغط الميه دي محتاجه انرجي وطاقه رهيبه عشان تضغط الميه. السهل قوي من انضباط ايه؟ السوائل. انت بتضغطه كتير قوي في الاخر على فكره، يعني سوري الغازات، انا اسف. الغازات سهله قوي انها تضغطها، انت بتضغطها عشان تحطها في انبوبه الغاز وتتفرج على انبوبه الغاز وتعمل لها ايه؟ فكها من الضغط، حاجه سهله وبسيطه يعني تتعمل يعني على طول. احنا ما عندناش ابلكيشنز كتيره فيها غازات، زي ما بقول لك كده الحمد لله ما عندناش ابلكيشنز كتيره فيها غازات عشان احنا مهندسين مدني، لكن الكلام ده هو. وطبعا حتى اي كانت الحاجه اللي بقول لك الغاز ينضغط او سائل ينضغط
مشكله معينه اكيد مش نورمال انها تحصل يعني. لكن بغض النظر الروح بتاعتنا او الجنس بتاعتنا تبقى ايه؟ ثابته في كل المسائل بتاعتنا، الدنس بتاعتنا او سبيسيفيك ويت او الكلام ده كله ثابت. البروبرتيز بتاعت الفلويد ثابته ما بتتغيرش عامة. وبالتالي يحصل ايه لما تساوي الاثنين ببعض؟ تعرف في الاخر ان الاريا 1 في 1 بيساوي اريا 2 في 2 اللي هو ما يطلق عليه في الاخر الكيو او الفوليوم فلويد او الدستشارج. معلومه انت عارفها على فكره، الكلام ده انت عارفه من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها، مش حاجه جديده بالنسبه لك يعني. يبقى احنا عندنا حاجه اسمها ان لو في عندنا الاريا بتتغير بتاعت الكولد اللي بنتكلم عليه، يبقى اريا 1 في 1 بيساوي اريا 2 في 2. مش بس البايب على فكره، لو احنا بنتكلم على ترعه ماشيه وسبب او لاخر ده حصل دروب في البنت. فاكر انت الرسم والحاجات دي؟ فاكر انت الرسم ده اللي زمان اللي كان وكان بيحصل ان ساعات في رسومات في دروب في البنت؟ فاكر انت؟ فلما يحصل دروب في البنت بتلاقي ان قطاع الميه في الحقيقه بيتغير، وانت هتدرس الكلام ده بالتفصيل بقى السنه الجايه. تدرس بقى لما يحصل دروب في البنت اللي انت كنت بتاخدها كده تخصص معاها كده في الدراسه، تشوف بقى حته الدروب دي ما بتعمل ايه. فبص تلاقي لما يحصل دروب في البيت قطاع الميه نفسه بيتغير، ارتفاع الميه اللي ماشي في الاستريم بتاعك بيتغير، وبالتالي ده قطاع الميه. الاريا بتاعت الكروس سكشن بتاعك مش دايره صحيح، بس هو كروس سكشن له شكل معين، الاريا اتغيرت، وبالتالي الكروس بيحصل لها ايه؟ بتتغير يعني. فده المبدا البسيط جدا اللي هو بتاع كونتينيتي ايكويشن. هي دي كونتينيتي ايكويشن ببساطه شديده يعني، خلينا السلايد الثانيه اوضح شويه. فكونتينيتي ايكويشن كيو اللي هو اسمه ديسشارج واسمه فوليوم فلو ريت. فوليوم فلو ريت الريت معدل الفلو بتاع الفوليوم بتاع الميه. فالفوليوم فلو ريت كونستنت، الكيو ثابت. فاريا 1 بي 1 بيساوي اريا 2 بي 2، بمعنى ان كميه الميه الفوليوم اللي دخل في البايب من هنا هو نفس الفوليوم اللي خرج من هنا. مش كده؟ نفس الفوليوم اللي دخل في بتاعه من الناحيه دي هو نفس الفوليوم اللي هيخرج من هنا، طالما مفيش فوليوم خرج منه. دي حاجه اكيد يعني. طيب الديسشارج او الفوليوم فلوريد دوت بيساوي ايه؟ بيساوي اريا تايمز فلوستي. خلاص عارفين اريا فلوستي، لكن في نفس الوقت خليها في دماغك عشان هتحل بيها حاجات كتيره بعد كده. نفس الكيو دوت نفس الديسشارج ده عباره عن فوليوم على تايم. مش كده ولا ايه؟ يعني لو قلت لك تانك، قلت لك احسب لي التانك ده بيفضى قد ايه؟ التصرف المايه السائل اللي فيها اللي خارج منه، فانت تقول والله الحجم بتاع التانك كذا فضي فيه 10 مثلا متر مكعب، هنفترض يعني فضي مثلا في دقيقتين، يبقى انت بتتكلم ان 10 متر مكعب على دقيقتين، يبقى انت بتتكلم على الفلو اللي افترض انه ثابت يعني اللي نازل قد ايه كله؟ 5 متر مكعب في الدقيقه، مش كده؟ فهو ديسشارج او الفوليوم فلو ريت عامه هو عباره عن ايه؟ فوليوم على تايم. عشان كده الدايمنشنز بتاعته الكيو اللي هو الديسشارج الدايمنشنز بتاعته عباره عن ايه؟ ال كيوب تي ماينس 1، مش كده؟ او ال كيوب على تي. واضح يا جماعه؟ يبقى كيو اللي هو فوليوم فلو ريت اريا فلوسي خلاص عرفناها ثابته ما بتتغيرش، وفي نفس الوقت هي بتساوي فوليوم على ايه؟ على تايم. طيب دي دايمنشنز، انت عندك اسئله؟ لا لا هتشوف الكلام ده بس بضرب مثال كده. هو بس هو عامة هو فوليوم على طاقة ايا كان يعني. حتى انت نفسك في المعمل هتاخد تجارب هتشوف والله عايز تعرف ان البايب ديت اللي ماشيه الفوليوم بتاعها او الفلو الحقيقي اللي قد ايه. وابسط مثال عشان تقيس الفلو الحقيقي بتاعها ان انت هتجمع عندك بايب والميه ماشيه فيها وعايز اعرف تصرف اللي قد ايه، هتقوم جايب ايه؟ تانك له حجم معين، وتقوم مجمع مثلا ميه تملى التانك ده وتشوف الزمن اللي اتملى فيها قد ايه. تملى تقسم الفوليوم دوت اللي انت جمعته على التايم اللي انت حسبته يدي لك الفلو ريت، وطبعا يكون رقم مظبوط 100% لان ده فعلا اللي عدى في الموضوع. خلي بس النقطه دي هنشوفها اكتر بعد كده. طيب دايمنشن عباره عن ال تي ماينس ال كيوب تي ماينس 3 تي ماينس 1. اليونتس بقى اليونتس بتاعتنا انت عارف احنا عندنا تو سيستمز مش كده؟ في عندنا انجلش اللي هو الستاندرد اس اي يعني، في عندنا الانجلش سيستم. الاس اي متر كيوب بير سكند، ممكن يبقى سنتيمتر كيوب بير سكند، مش وارد قوي بس في بعض ابلكيشنز اللي هو بيسموه فريش. بعض ابلكيشنز ساعات كميه الفلو بتبقى صغيره قوي وبنقيسها في سنتيمتر مكعب في الحقيقه يعني. طبعا انت واضح ان السكند دي حاجه ماشيه ثابته في كله، متر مكعب في الثانيه ده الاغلب اللي احنا
او يبقى في مكعب في السكند، في مكعب في الثانيه. ده كلمه مهمه قوي اسمه سي اف اس، يعني ممكن تسمعه او تشوفه مكتوب على اي تاني جهاز او اي تاني حاجه. سي اف اس بالذات لو كانت حاجه ايه جايه من امريكا مثلا، طبعا انت عارف ان هم في امريكا عامه بيتعاملوا امبيريال، يعني بيتعاملوا بالحاجات بتاعت الفيت موبايل والحاجات دي كتير. فكتير قوي اي حاجه ما جايه من منتج جاي من ناحيه امريكا او بعض بلاد اخرى ممكن تبص تلاقي دايما الوحدات بتاعتها بالفيت، فهتلاقي ايه كيوبيك فيت بالسكند. الترم ده اسمه سي اف اس. طيب في بقى ترمات تانيه مهمه على فكره برضه، في حاجه اسمها جالون بير مينت. شوفها دلوقتي من احلى المسائل، جالون بير مينت دي برضه بالذات يعني لما تكون ليها بعض الابلكيشنز بالذات في حاجات البومز، يعني الحاجات اللي فيها ترمبات. فجالون بير مينت دي برضه مهمه. جالون دوت عباره عن الجالون اللي هو بنسميه جالون، يعني الجالون دوت عباره عن 4 لتر، هو مش 4 لتر بالظبط، هو بالظبط 3.78 لتر. بس هو دايما بيتقال جالون بير مينت، وحدنا هنشوف الكلام دوت في ايه؟ في ابلكيشن. ماشي؟ في بس نقطة مهمة جدا ملحوظة، لو أنت عندك الماية ماشية في بايب متغيرة في القطاع، سواء جرادوال سواء صادم أي كان، يعني ممكن القطاع متغير. لو طالما إن أريا واحد صغيرة وأريا اثنين كبيرة، يبقى متوقع أنهي فلوسي أكبر؟ حاجة أنت عارفها كويس أوي يعني. فالفلوسي الكبيرة موجودة في القطاع الإيه؟ الصغير. وبالتالي المعادلة دي في الحقيقة اللي هي كونتينيتي ايكويشن أنا بستغلها عشان أعرف يكون عندي اريا 1 V1 تساوي اريا 2 V2. المعادلة دي أنا بصفتها شديدة اللي هي كيو، يعني أنا هستغلها عشان أجيب علاقة بين الـ V1 والـ V2. والعلاقة دي هتفرق معايا كتير، هستخدمها كتير قوي في حل المسائل كتيرة جدا. فتبقى عارفين أوتوماتيك كده إن أنا لو عندي V2 وعايز أجيب V1 يبقى أنا عارف إن V1 بيساوي V2 مضروبة في اريا 2 على اريا 1، مش كده ولا إيه؟ بنسب الاريات. وبالتالي برضه لو كان دوت عباره عن باي، وبالتالي الاريا هي عباره عن باي دي سكوير على 4، يبقى دايما هتلاقي دي بتساوي في 2 في دي 2 على دي 1 سكوير. اغلب الابلكيشن بتاعت في الحقيقه حاجاتها باي، مش كلها بس اغلبها يعني. فهي علاقه ظريفه قوي، دي علاقه انك تعرف تجيب الدي 1 بالدي 2 بدلاله الاريا او تامل. اللي انت شايفه طبعا شايف دي حاجه سهله وبسيطه، بس هي دي بدايه حل مسائل كتيره قوي قوي صعبه جدا هنشوفها بعد كده عامه. فزي ما انت شايف كده دي ايكويشن فائدتها الحقيقه غير انها بتحسب الشارج، ان هي بتجيب لك علاقه بين الفلوسيتيز في اريات مختلفه او دايمترز مختلفه. ماشي؟ خليها في دماغك دي عشان هستخدمها بعد كده. طبعا منطقي يعني ان الكيو اللي داخل بيساوي الكيو اللي خارج، وبالتالي اي كيو انبوت بيساوي في الاوتبوت. فلو كيو انبوت كيو واحد والاوتبوت 2 و3 يبقى اكيد في 1 بيساوي 2 في 3 بلس 3 يعني. يبقى اريا 1 في 1 بيساوي اريا 2 في 2 زائد اريا 3 في 3. ده منطق. طيب تعالى ناخد كده مساله. نيجي مساله ولا جزء؟ طيب عايز طبعا دي سهله دلوقتي، بس احنا عايزين نحدد كمان مش شايف لا ظبط بس متر بالسكند او 3.6 3 متر بالسكند. طيب ايه المطلوب بقى؟ هو
هو مديك المطلوب ان انا عايز اجيب الديسشارج عند كل النقط عامه يعني عند A B C عايز اجيب الديسشارج وعايز اجيب الفلوستي عند النقطه B عايز اجيب الديسشارج الكيو اللي داخله عند A واللي خارج عند B و C وعايز اجيب الفلوستي عند B نعمل ايه بقى؟ على اساس الوحدات
السكريبتس اللي موجوده انت بتعرف اذا كان هو بيتكلم عن الشارج ولا بيتكلم عن الوصف. فركز في النقطه ديت عشان دي بتبقى مشكله وتخسرك درجات كتير في المسائل بتاعتك في الحل بتاعك. ما تاخدش بالك هو اللي هيديه لك ديسشارج ولا بوستنج. طيب يبقى في ديسشارج داخل 30 جالون بالمتر. طب خلينا بقى نشتغل كده في المساله. وعشان تيجي نشتغل في المساله لازم تتعود بس على ايه؟ سيستم معين يعني برضه يكون برضه ايه؟ التكنولوجيا اللي تكون عودتوا عليه يعني. مهم قوي ان انت تكتب كل حاجه قبل ما تحل. في المسائل بتاعتنا المسائل دي مسائل بسيطه احنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم يعني هنشوف بعد كده بلاها. فالمهم قوي انك انت ترسم المساله ومهم انك انت طبعا رسم المساله عايز درجه بالذات لما تيجي توضح حاجات على المساله زي ما انت كنت بتعمل قبل كده في المدرسة الحاجات دي هنعمل كده كتير بعد كده. فالمهم انك ترسم المساله والمهم قوي انك انت تكتب كل حاجه قبل ما تيجي تحل. وعندهم يا لو سمحت كده تتعود دايما نكتب الجبن بتاع المساله. فهو مفيد ان عند سكشن واحد بيديكي كيو 1 يساوي 30 جالون بير منت مش كده ولا ايه؟ طيب ايه تاني بيقول لك؟ ذا افريج فيلوسيتي ات سكشن 2 فهو مديك ان V2 يساوي كام؟ 2.9 متر في ثانية. طيب ايه تاني بيقول لك؟ مديك ان a portion of flow جزء من الفلو is diverted through the shower head في الدش بقى راح الدش اللي هو فيه 76 هول والهول الواحدة هو 2 ملم. فانت تبقى عارف كده انك ممكن تحسب الاريا 3 مثلا كم بقى الاريا 3؟ Thank you.
في ديامتر 1.5 سم، في ديامتر 4 سم، مكتوب الكلام ده مش كده؟ انت شايف ان احنا ممكن نعمل بيه حاجه؟ هو مش عايز الكلام ده، هو الميه في الاخر خارجه منين؟ من ال 76 للتوريد، خلاص حسبت الايه؟ الاريا بتاعتها، لكن هو مش عايز يعرف. لو هو كان قال لك السجن الفصلي هنا مثلا في السكشن ده في النص، اكيد كنت هتاخد بالك بقى وتاخد بالك من ديامتر المكتوب ده مش كده؟ لكن انا دلوقتي هو مديك الفصلي اللي ماشي هنا، هو مديك الكيوب الفصلي اللي ماشي هنا اهو، وشوف انا ما اعرفش يمكن محتاجش اعمل مش عارف لسه برضه اشوف يعني. طيب ايه المطلوب بقى؟ مطلوب ان اجيب في 3، عشان تجيب في 3 هو مديك، ودي حاجه مهمه ممكن نعملها برضه في الاول، ال 30 جالون زي ما قلت، هو قايل لك ان الجالون بتساوي 3.78 لتر، فممكن نيجي برضه على الكيو 1 اللي في الاول كده ونقول والله الكيو 1 بتساوي 30 في 3.78 ده كده لتر، كده كام لتر؟ بير مينت، خد بالك يا بير مينت. طيب بير مينت يبقى انت عشان تعملها بير سكند هتعمل ايه؟ ده كده لتر بير مينت، يبقى لو بير سكند معنى 60 مش كده سهله يعني، الدقيقه الواحده بيعدي فيها 1000 يبقى مثلا يعني، يبقى الثانيه بيعدي فيها قد ايه؟ 1000 على 60 يبقى نقسم على 60، وفي نفس الوقت انا هقسم على 1000 عشان الرقم في الاخر يطلع لي ايه؟ متر مكعب في الثانيه، عشان احنا ما بنتعاملش بالليتر. هل احنا بنتعامل بالليتر معانا؟ فكلمه ليتر اللي هي 1 على 1000 يعني، تقوم شايل الليتر اسم على 1000 عشان يطلع لك متر مكعب في ايه؟ في طيب يبقى احنا كده جبنا الكيو كمان. ايه بقى المطلوب عندنا؟ عايزين نعرف نحسب الايه؟ الكيو دي 3 سرعه المايه، نعمل ايه بقى؟ لو عايز اتكلم على الويت
فيه ماس بتساوي ماس على تايم. طب الماس عرفته ايه من الفوليوم؟ رو في، يبقى هو بيساوي رو في على تي. في على تي دي لوحدها فوليوم على تايم، ده الكيو اللي هو الفلو ريت العادي الشارج العادي. وبالتالي كيو ماس بيساوي رو دنسيتي بتاعت السائل او بتاعت الليكويد عامه الفلويد مضروبه في الايه؟ في الكيو العاديه. هي عايز في الاغلب هي نفس الفكره اللي بتكسبها. لو عايز بالنسبه للويت نفس الكلام برضه، فانت بتتكلم على ويت على تايم يعني جاما في الفوليوم على تايم يعني جاما في كيو. لو عايز الماس فلو ريت يبقى انت لازم تحسب الفلو ريت العالي الاول وتضربها في الروف. لو عايز تحسب الويت فلو ريت تحسب الفلو ريت العالي الاول وتضربها في الايه؟ في الجاما. الكلام ده مهم ليه بقى؟ في بعض المسائل في بعض الابلكيشنز هنتكلم على زي ما انت هتشوف دلوقتي هتخش فيها سواء هيديها لك جيبت او هيطلبها منك اللي انت تعرف التحويله دي. ملحوظه بس مهمه، كلمه كيو بتساوي اريا فيلوسيتي دي، يعني الكيو اللي بنتكلم عليها دي كيو ايه؟ كيو فوليوم، فوليوم فلوريد. ما ينفعش تقول دي كيو ماس، ما ينفعش تقول دي كيو ماس بتساوي اريا فيلوسيتي، ما ينفعش خالص طبعا. هنتكلم على فوليوم عندك هنا طلب معين ماشي. تعال نشوف مسألة على الكلام ده. فوليوم اوف ووتر، فوليوم اوف ووتر از كولكتد ان تانك، الفوليوم بتاعه 2 متر كيوب ان ايه؟ 30 متر. 2 متر انت عندك تانك جمعت فيه ميه، لسه النظام اللي كنت لسه بقوله من شويه. تانك جمعت فيه ميه لمده 30 دقيقه، لمده 30 دقيقه، جمعت قد ايه هنا 30 دقيقه؟ لقيت 200 متر مكعب. كالكوليت، عايز يعرف الدسشارج، عايز يعرف الماس والويت في الويت. طبعا اول حاجه حضرتك هتحسبها ايه؟ الدسشارج. فوليوم على طن صح؟ خلي بتاع حساب مش محتاج تجيب فوليوم على طن 2 متر مكعب مقسوم على 30 دقيقه، فتقسم 30 على طبعا الدقيقه 60 ثانيه مش كده ولا ايه؟ تبقى عندك كده يبقى 30 في 60 يبقى انت بتتكلم على الفوليوم كم متر مكعب في الثانيه. تضربها في الرو في الدنسيتي فهو قايل لك انها ميه، فبالتالي بتديني الدنسيتي 1000 كيلو جرام على متر مكعب. وبالتالي انت ايه؟ حسبتها كام كيلو جرام على السكند؟ خد بالك شايف اليونتس طالعه ايه؟ كيلو جرام في السكند. يعني في الثانيه الواحده المفروض كان بيعدي من الفايب اللي انت جمعت فيها دي كام كيلو جرام ميه؟ لو قسمتها او ضربت الكيلو اللي طالعه دي ضربتها ب 9810 يبقى انت حسبتها كام كيلو جرام في السكند؟ ماشي؟ على قد بساطه الكلام ده ممكن هو مفهوم كويس بس ممكن يغلطك كتير لو ما ركزتش في اليونتس اللي بديها لك. كتير قوي بضحك عليك بقول لك ان الووتر مثلا فلوز ثرو ذا بايب مثلا ويز 30 نيوتن بير سكند. يبقى انت عارف واخد بالك ان اليونتس اللي بنتكلم عليها دي نيوتن بير سكند، يبقى دي ويت فلو ريت. يبقى عشان اكمل بقيه المساله دي في خطوه حاجات كتير قوي، يعني لازم الاول اقسمها على جاما عشان احولها في الاخر ارجعها للايه؟ للفوليوم فلو ريت العادي الطبيعي بتاعي اللي بحبه عشان خاطر اعرف ايه؟ اشتغل على المساله بعد كده. ماشي؟ طيب كم سائل؟ A pipe with a diameter 1300 milliliters transmits 2 million tons of crude oil. Crude oil اللي هو الاويل الطبيعي يعني اللي هو الخامي، خامي الزيت، خامي الاويل. خامي البتروليوم. Specific gravity بتاعته 0.92. طيب بير اير لاحظ لو سمحت هو بينقل ايه؟ 2 مليون طن من الاويل في السنة. Calculate the flow rate and the velocity flow rate. فهو بيقول لك دلوقتي انا عندي الخط بتاع اللي جاي خط البترول دوت اللي بينقل من حته للثانيه بينقل في السنه الواحده 2 مليون طن. خد بالك هو دايما خط البترول بيتقال عليها كده يعني ما بيتقالش عليها فوليوم، ما بيتقالش في الاغلب كوزن ماشي كام بتنقل كام طن من الاويل في السنه الواحده. فهو هو الخط اللي هنتكلم عليه ده بينقل 2 مليون طن في السنه. هنا نشوف كده هنا مفهوم وعايز اعرف الفلوستي وعايز اعرف او حتى لو كان ضرب الفلوستي بس خلينا نقول يعني ان هو ضرب الفلوستي فقط. سرعه السائل اللي ماشي جوه البايب هو الكيفن عندي ان دهبت 1300 مللي مش كده؟ شويه اللي كده ولا 1300 مللي؟ يبقى انا بعد ما اكتبها او انا بكتبها عارف كويس ان 1300 دي ركز على المعلومه على الكلام ده عشان ما تضيعش مساله على الفاضي. ركز في موضوع تحويل وحدات، تعامل بمتر، اي حاجه ملي لازم
بحوله، هذا سنتي انا بحوله، لتر بحوله. طيب ده الدم اديني كمان ان هو بيحول السبيسيفيك بتاعتين بتاعت الاويل والسلايم 2. ها ايه تاني؟ ايه اللي هو بيجيب 2 مليون طن في السنه؟ في اي كتير بقى اللي بنتكلم عليها دي؟ ماس ولا ويت؟ طب الطن دي اللي هي ايه مضاعفات ايه؟ انا ما اعرفش الطن. كيلو جرام صح؟ هي 1000 كيلو جرام، بس كيلو جرام ايه بقى؟ بنتكلم عليها. طيب لا هو كيلو جرام كيلو ماس، بس احنا في حاجه مهمه المفروض انت تكون خدتها، في حاجه اسمها كيلو جرام ويت اللي انت ستك بتروح توزن بيه اساسا. تشتري بيه يعني مش بتشتري، انت بتروح تشتري بتقول له ده بيديني 3 كيلو نيوتن، 3 نيوتن طماطم مثلا، ولا بيديني 3 كيلو طماطم؟ بيديك ايه؟ هو ماس هو ولا بيديك ويت؟ وبيديك ويت برضه، لان الكيلو جرام اللي حضرتك شغال بيه دوت اسمه كيلو جرام ويت. معايا ولا ايه؟ اول مره تسمع الكلام دوت؟ سمعتها ولا ما سمعتش؟ طيب يبقى انت عندك حاجه اسمها كيلو جرام ايه؟ ويت. ايه بقى كيلو جرام ويت دوت اللي هو عباره عن ايه؟ الواحد كيلو جرام ويت يساوي 9.81 كيلو جرام ماس، اللي هو كده ضربتها بالشيء يعني. هو بسيط مش صعب. فهي دي عباره عن لما بيجي يكلمك على كده، لما بيتكلمك على كلمه طن عامه، المقصود بيه طن دوت المضاعفات بتاعت الكيلو جرام ويت، مش المضاعفات بتاعت الكيلو جرام ماس. كيلو جرام ماس ملهاش مضاعفات. كلمة طن ديت دي مضاعفات الألف كيلو جرام ويت. ماشي؟ يبقى احنا بنتكلم على ان هو كيلو جرام كيلو ايه بقى؟ كيلو ويت ولا كيلو ماس؟ كيلو ويت. كيلو ويت بيقول لي بيساوي 2 مليون يعني 2 في 10 في 6 طن، يعني هضربها مرة تانية في 10 تكعيب كيلو جرام. كيلو جرام ده كيلو جرام ويت. يعني ده بنقول 2 10 9 كيلو جرام ويت. ماشي؟ ماشي. كيلو يعني؟ بير ريال. تبقى نقطة الزر. يعني أنا ما خدتش بالي من الكلام ده وقت المشكلة بالنسبة لك بتاعت الحل مثلا. فاللي أنا بديهولك ده كيو، ده مش بديك ويت، ده بقول لك خلال السنة بيعدي 2 مليون طن. بنتكلم على 2 مليون في الآن طبعا، مش هحولها كيلو جرام بعد كده بطاقة 1000 كيلو جرام بريد. ايه بقى المطلوب؟ عايز اعرف المين، خلينا نقول كده تخيل انك عارف المين. الفلوسي ده عشان تجيب الفلوسي حضرتك عارف المعادلة بتقول ان كيو بتساوي الاريا في الفلوسي. انا الاريا عندي بس محتاج اجيب ايه؟ كيو. كيو اجيبها كيو ازاي؟ كيو دي كيو فوليوم، مش هكتب لك في حاجه. لما اقول كيو كده من غير ما يبقى فيه اي سبسكريبت تحت كده، دي ايه؟ فوليوم، فوليوم فلوري، الشارج العادي يعني. الكيو دي بتجيب ازاي؟ عباره عن كيو هير، هير كيو بتساوي كيو ويت على كا، يبقى هتساوي الرقم اللي احنا لسه كاتبينه ده 2 في 10 في 9 مقسوم على الكاما اللي هي 9.2 في 10. صح، ما خدتش بالي من الموضوع ده. ده كان طالع ايه؟ متر. ده بتحول في الاخر كيلو جرام متر ايه؟ برير. لكن انا مش ينفعش اشتغل هنا برير، انا اشتغل في ايه؟ سكن. كويس قوي. الكلام ده حوله ازاي بسكن؟ حاسب على ان دي اللي واحنا فيها كام سكن، مش كده؟ فليه واحنا فيها كام سكند بقى؟ 365 يوم 24 ساعة سنة 51 سنين، دي يعني كام؟ 3000 يطلعوا على في الآخر كل الكلام دوت متر مكعب سنة. ماشي؟ حولها للنيوتن؟ نعم؟ حولها للنيوتن. حول ايه؟ كيلو جرام بس حولها للنيوتن. هو كده؟ اه قصدك يعني انت بتتكلم صح برضه، الرقم برضه المفروض حوالين 50 حوالين نيوتن. اللي لخبطني ايه بقى عشان اقول لك دلوقتي عشان تاخد في بالي ان انا ممكن اقول لك ان هو ممكن يتحل بماس عادي، بس هو خلينا نلخبط دي في بعض. الرقم دوت اللي انت حسبته ده كيلو جرام ويت. انا في الاخر ما ينفعش احسب كيلو جرام ويت، انا لما اجي احسب على 9810 اللي هي نيوتن على المتر المكعب. ما ينفعش احسب على، ما ينفعش ابقى ده كيلو جرام ويت واللي تحت ايه؟ نيوتن.
اخر في حاجه معانا. طيب بعد ما حسبنا جبنا كيو طبعا حاجه الاريا الخاصي الاريا ممكن نيجي نحسبها في الاول كده باي بس ايه تام سكوير على 4 نحسبها كذا مره بس كده عشان خاطر ايه اكد المعلومه عشان في ناس بتغلط. يبقى انت تحسب الاريا يطلع لك سكوير تحط هنا الكلام ده في كيو هنا اهو كنت عارف الاريا تعرف تجيب الفيو الاس دي كام متر ماشي. طبعا بس انا ممكن تيجي بالعكس يعني اي حاجه ممكن تيجي في وسطي اطلب منك الويت في البيت ايا كان يعني. المهم زي ما بقول لك كده لو خدت بالك يعني في كلامنا احنا ما اتكلمناش خالص على ان انا قلت لك حاجه اسمها ويت فلوريت او ما قلتش الكلام ده. انا اديتك الايه؟ الفلوريت بسكت قلت لك ان المايه ماشيه كذا. المايه ماشيه كذا دي انت لازم تاخد بالك من ايه؟ لو قلت لك المايه ماشيه 3 متر في سكند يبقى انا بديك نص. انا بقول لك ووتر فلوز ويز 3 متر في سكند، ووتر فلوز ويز 13 جالون في المينت، ووتر فلوز ويز 2 مليون طن بير يير. انا ما قلتلكش ده عباره عن ايه؟ من اليونتات اليونتس اللي انت شغال بيها تعرف البارامتر او الترم اللي انا بتكلم عليه ده عباره عن ايه؟ ماشي؟ طيب احنا كده خلصنا. حد عنده اسئله؟ ثانية واحدة، في حد عنده اسئله؟ Thank you.